هاي كنت نلقى روحي اخي نلقى روحي نحكي هكا كل قطعه علاش ما نحطش كاميرا نحكي معها في نحكي وحدي فهمتوا عندي جولي بعد نهارين عندنا اللي راه باش حكايه اخرى بخلي بالي ديكو ما لقيتش وقت برشا باش نخدم لها جولي حاسيرو دونك شنو قاعد نخدم نتوما هكا معايا بس ني جبت الكادر بقى وير كيف نخرج هكا دي حاجه ما نعرفش تعملي ولا عم الدوزيام صبرت خصيص من نحضر في اللوج ما انتجتوش ما هبطتوش على خاطر نبكي في وسط الفيديو كل نفسانيا ما نجمتش نحلو ونتفرج فيه وما نتجو هوبفولي المرة دي يكون فلوك سعيد نهاية نتاعو هذيا التخوادين تاع البنية نتاعي هذيا جين هتهبط لوطه بالكل فما حوض نتاع متر وحوض باش تتهوى وكي تتبدل حاجه يتبدل في الكل لازمك مازال بلانك فخاج باش تنظف لي كوب والفساد البروف قال لي المره دي ماشي فساد دونك اي ستيل هاف سو ماتش ورك تي بون انايا نروح في بصيف ما نتكلم ونزل بكري تو 6 نتاع العشيه مزيان سبعة دوبلوتور لشكون نعمل فيها في السوسول السوسول قلت لك السوسول ماشي فيه السوسول 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 اللي خليت عشان كنتش نبيسي فلوك شو ما تعمل في فلوك تصور فينا قول عسليمة اميني الفيديو قول عسليمة اميني الفيديو اوكي نمرو عطيت نمروك في الفلوك يا اميش وسيمة مش تقص مش تزيد تلصق تصويتك بحدا النمرو المعجبين مش يجوا على بعض حلقت عليا صغرت في الاسانسور شو عينيا كيفاش حمر باش نموت بالنوم وقرسينا لبسة كبوس في البيت عصير فقط بروحي ريقت هكا على الطاولة جبر بفقت طول حدي شوي نعدي مساتين وزي نخرج نتيرش ومسل الخدمة شتنا في فوتوشوب هي قالي راهي البيسي معبي دون قاعد نفرخ في البيسي وخدمة زيدة انا وفيها مخي سي بون لازم يرتاح جاوش نتاح توا على خاطر وقت عبارة عملت شي كان نتاح توا نرقد مساتين غصر هذيك متاع اخر درج قبل جولي ما نتيرش ما عادش تحب نعملها بالحق حاجة ياسر دوبرا واحد تستنى فيه صفة نومة جانا قلت راح يريق تبحو ايجي حسيلو اي هوب اللي فهمتوش معتها تعدو شوري باي باي